قال ملتزم، ملتزم مو دين، ملتزم بإحكام الإسلام، ملتزم بإحكام الإسلام. نحن عندنا الناس الذين يعيشون في بلادنا مثلا، طيب، وهو الذمي، قال الذمي وهو اليهودي أو النصراني الكتابي الذي يعيش في بلادنا ويلتزم بإحكام الشريعة، يلتزم بإحكام الشريعة، فهذا يطبق عليه الحدود، سرق تقطع يده، زنا يرجم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زنى اليهودي مع اليهودية فجاءوا يعاقبونهما بتسويد الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة؟ لأن جاءوه يتحاكمون إليه، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فجاءوا يتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تجدون في التوراة؟ قال نسود وجهيهما ونطوف بهما بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجدون الرجم؟ قالوا لا. فخرج عبد الله بن سلام وكان دخل في الإسلام وهو من أحبار اليهود من علمائهم، فقال إيتوا بالتوراة، فجاءوا بالتوراة فأمروا بقراءتها، فقرأ التوراة وذكرها تسويد الوجه وكذا، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك عن الآية، يعني في التوراة كان حاط يده على الآية اللي فيها الرجم عشان ما يقراها، قال ارفع يدك عن الآية، فقرأ فإذا فيها الرجم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. فهذا يسمونه ملتزم، ملتزم أن يعيش بين المسلمين وملتزم بأحكام المسلمين يعني، وهذا الملتزم فيما هو حرام في شريعته، يعني مثلا الزنا حرام عندهم لكن شرب الخمر ليس بحرام في شريعته، لكن يمنع من إظهاره، ما يطلع سكران مثلا، ما يشرب بالشارع، لكن لو شرب في بيته وجانا وقال أنا شربت خمر في بيتي وكذا وكذا كيف أنا شغل فيه، لكن لو قال زنيت في بيتي لا يقام عليه الحد، يقام عليه. ليش؟ لأن هذا محرم في شريعتي وفي شريعتنا، فهو ملتزم بتطبيق الشرع عليه، هذا الذمي. غير الملتزم مثل الحربي، يعني الكافر مثلا دخل مستأمنا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، جاءنا مستجار، هذا غير ملتزم بالشريعة، فهذا لا يقام عليه الحد، يعاقب نعم لو زنى بامرأة مسلمة يقتل، لكن القصد أنه زنى بامرأة كافرة مثله مثلا لا يقام عليه الحد، لأنه غير ملتزم بشريعتنا، أو يهودي أو نصراني يعيش خارج بلاد المسلمين لكن تحت، يعني يدفعون الجزية للمسلمين مثلا، لكن لا يعيش مع المسلمين، دولة تدفع الجزية المسلمين وقع عندهم الزنا، هذا غير ملتزم بالشريعة، لكن المقصود بالملتزم هو الذمي الذي يعيش بين المسلمين تحت حكم المسلمين، هذا هو الملتزم عندما يقولون مكلف ملتزم.